الشركة الأكثر تحقيقاً للأرباح على مستوى العالم، أرامكو، المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي. طرح نسبة من أسهم الشركة للاكتتاب يشكل حجر الأساس لاستراتيجية ولي العهد محمد بن سلمان للإصلاح الاقتصادي المسمى رؤية 2030، والذي يسعى لاستقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع عملاقة مثل منطقة نيوم، ويهدف كذلك لتنويع مصادر الاقتصاد المرتهن للنفط. المحللة في معهد أمريكان إنتربرايز كارين يونغ تقول إن الطرح يتعلق أكثر بالخطاب السياسي لولي العهد، لكنها تشير إلى ضعف حماس المستثمرين الخارجيين وتعزوه إلى جو الخطر السياسي الإقليمي وخيارات السياسة الخارجية السعودية وقمع المعارضة السياسية. يضاف إلى ذلك تزايد التوتر بين السعودية وغريمتها إيران، وسلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط، وهجمات بالصواريخ على منشآت نفطية. لكن أرامكو التي أحاطت حساباتها بالسرية كان عليها رفع الغطاء عن عملياتها المالية، وذلك في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام. ويرى الخبير في شؤون الخليج نيل بارتريك أن أرامكو وعبر التحضير لاكتتاب عام دولي أصبحت بالفعل أكثر شفافية من ذي قبل، وهو أمر لم يكن صعباً. تمكنت أرامكو من جمع 25.6 مليار دولار في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ، ما يعني تقييمها ب 1.7 تريليون دولار، متقدمة على شركات أبل ومايكروسوفت وعلي بابا. ويتوقع أن تطرح أسهم أرامكو في السوق السعودية تداول في 12 من ديسمبر بسعر 32 ريالاً سعودياً للسهم. ويبقى السؤال، هل سيساعد الاكتتاب أرامكو أم سيضر بها؟